أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لا تنفذون إلا بسلطان. لا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي Be cool.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان ومن دونهما ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس لهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رف خضر فبأي آلاء
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. بسم إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما والسابقون السابقون
ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وحور عين
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله.